فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا